سبب تساقط الشعر ممكن يكون مرضي مثل أمراض جلدية، الثعلبة والصدفية، أو مشاكل الغدة الدرقية، فقر الدم. ممكن يكون وراثي، بيصيب الرجال أكثر من السيدات. ما بنقدر نمنع هالشي لأنه سببه جيني، بس بنمتنع عن الممارسات الخاطئة مثل التدخين والصبغ الشعر كتير. ممكن يكون سببه مؤقت بس بيزول بزوال السبب، مثل الحمل والرضاعة أو التوتر أو مرض نفسي كإيذاء الذات القهري. الحل هو التغذية الجيدة لكل حالات الصلع. ناخد فيتامين B6 و5 و12، وممكن نستخدم بيوتين أو أوميجا، وممكن نستخدم كمان الأناجين، دواء غذاء مثالي للشعر ممتاز بحالة حديث الصلع بنسبة 50% بحالة الصلع القديم. بيخفف الإفراز الدهني وبيخفف الحكة. حد الأدنى للعلاج فيه 3 أشهر. ممكن نستخدم في بي ستايلينج شامبو، هير ميكس، سترونج فيلي شامبو. ممكن نستخدم رويال فيتامين جي بعد الإفطار، كبسولة واحدة يوميا لمدة حتى 3 أشهر، مع حمام زيت حلو مرتين بالأسبوع. بالنسبة للشعر الهايش فبيكون سبب الشمس وجفاف الشعر. الحل إنه نشرب مي كتير ونستعمل الأدوية بري ريبير وزيرو فريز سيروم وسترونج فيلي هير كريم، ونشرب مي كتير، أهم شي شرب المي. بالنسبة لدهن الشعر بالزيت، نحن بندهن بس الجذور وبنتركه لمدة أكتر شي نص ساعة، طبعا مع تغطية الرأس.